بيجي لنا حالات كتير جدا بتطلب ان هي تعمل هوليوود سمايل. طب الهوليوود سمايل يا جماعه دي نتيجه لطرق علاج كتيره جدا، منها الفينيرز ومنها التركيبات التجميليه، انما لازم نبقى عارفين ان احنا ممكن نعمل هوليوود سمايل بالتقويم، وده في 40% من الحالات، وفي 30% من الحالات الاخرى الطبيب بيبقى كفايه انه يطلع لي شكل ابتسامه جميله اللي هي الهوليوود سمايل. طيب الطرق دي طرق تحفظيه ما بنحتاجش فيها ان احنا نعمل اي احتكاك بالاسنان او اي برد في الاسنان، حتى التقويم نفسه ما بيلمسش السنان، بيعمل فيها اي حاجه، في انواع منه كمان معدنيه وانواع غير معدنيه وشفافه، فبالتالي حتى طريقه العلاج بقت احسن وابسط وبطريقه شبه سريه، ان ما حدش بياخد باله ان حد عامل تقويم، وفي الاخر هي بتؤدي لنفس النتيجه اللي هي بتبقى ابتسامه جميله شبه ابتسامه الهوليوود، من غير ما اعمل تركيبات ولا ابرد سناني ولا اعمل فيها اي حاجه. ولازم الدكتور هو اللي يقرر ويوضح للمريض الحالة بتاعته تحتاج ايه بالظبط.